مستنيه يعني خطيبي يحتفل معايا بالمناسبه الصعبه قوي دي. اه بالحق، اوعى يعني تفتكروا ان انا صاحبه البيت ده. اخيه، لا 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 لا، انا بشتغل فيه بس يعني الصراحه انا مديره المنزل. صحيح بغسل واكنس وامسح، لكن انا معايا شهاده عليا. انا معايا ايه يا ربي؟ معايا بكالوريوس اداب قسم لغه انجليزيه. بس حاسكم مش مصدقين صراحه، ولا انا. طب انا هديكوا اكزامبل بسيط كده. ماي نيم از تهاني، بس دي سهله ممكن اي حد في الدبلون يقولها، يعني مش مستاهله بكالوريوس. هصعبها شويه على نفسي. اي ام وومن. انا سامعه ضحكات سخريه واستهزاء بس عاديه بمزاجي. ماي ايدج يعني عمري، الحمد لله بفضل ربنا تميت ال 23 من 10 سنين. وجيه، صفرت وجيه. يا رب صبرني، قدرني يا رب على جماله. حاضر حاضر يا وجيه. صعب صعب طلته، صعبة كاريزمته كاريزمته يا اختي. وجيه يا خراب يا خراب. لا يا رب يا رب يا رب. لا لا لا، حاضر يا وجيه. بس بس دخلت قبل كده يا متخلف. صحيح. الواد ده ضدي النهارده ليه؟ دخلت قبل كده وسقفوا لي. ها ها خلاص. يا ربي. عملت نفسي تامر. آه عشان البواب. قال لي مين؟ قلت له أنا تامر، الدكتور تامر. قال لي اطلع. ما بشوفش. الحمد لله الحمد لله، عشان نحتفل أنا وأنتِ. وحشتني يا وجيه. توحشتيني. إيه ده؟ إيه في إيه؟ إيه إيه السفالة دي؟ ما عملتش حاجة صدقني. النقطة السوداء دي، أنا ما بحبش الزبالة أبداً. أنا كنت تعبانة ما لحقتش أكنس يا وجيه. يا حبيبتي أنا أبويا قال لي النظافة من الإيمان. أنا ما أحبش أي حاجة ما فيهاش نظافة. أمال أنا حبيتك إيه؟ عشان أنت نظيفة. عارفة لو لقيتي فيكي ورقة واحدة ما كنتش خطبتك. أنت بتتكلم على إيه؟ لا لا، مع الزبالة على الزبالة. بقول لك إيه يا وجيه الجدعان كده بقى، عشان يعني كون نفسك، عايزين نلحق نتجوز، عايز ألحق أخلف لي عيالين ثلاثة أفرح بيهم. عيالين ثلاثة؟ آه. هم ولد وبنت بس يا حبيبتي، وهطلعهم زبالين قد الدنيا. ايه ده؟ لا انا اولادي لا يمكن يطلعوا زبالين، انا هشقى واتعب ان شاء الله اروح الكباريه، بس هطلعهم دكاتره. دكاتره؟ اه. انا اولادي يطلعوا دكاتره؟ ده شكل ام دكتوره. ايه دكتور بيطري؟ طب بقول لك ايه يا وجيه؟ ما يعني اقدم على سلفه من البنك نتجوز بيها. انا اتجوزك بالقرض؟ اتجوزك بالتقسيط؟ ليه؟ ده لا يمكن ابدا. وبعدين انا ما سكتش، انا بشتغل ورديه بالنهار وبشتغل ورديه بالليل كمان. طب ما هو احسن اهو، ورديه بالليل مش متعبه بقى الناس. وما سكتش كمان، قدمت في البرامج بتاعت المسابقات بتاعت الاغاني، انت عارفه ان صوتي حلو، قدمت في المسابقه بتاعت الاغاني. معلش انا عامله لك صينيه بطاطس بالبصل هتخليك نار يا حبيبي نار. المهم هم مش هيجوا دلوقتي. لا ده راحوا حفله الميد نايت دي ولا اسمها ايه؟ البيد نايت؟ هي دي. يعني مش هيجوا دلوقتي؟ لا مش هيجوا دلوقتي. يعني بقيت انا وانت لوحدنا. ايوه يا وجيه. وهنعبر عن حبنا. بقول لك ايه؟ ايه؟ هاتي لنا الصينيه بقى عشان ناكل، عشان عايز امشي قبل ما حد يجي. لا تمشي ايدك. مين اللي جاي دلوقتي؟ بتخونيني في مين اللي ها؟ انا عارفه ده مش هيجوا قبل الساعه 3 الفجر، لسه بدري. امال جرس الباب ده ايه؟ معرفش بقى مين اللي جاي دلوقتي. اعمل ايه؟ اهرب؟ لا استنى. لا 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 لا، نط من الشباك ده. لا انت عالم ما تتهورش. نط هنا حلو قوي، نط هنا حلو قوي. يا لهوي ده ما فيش سلم. والله العظيم لو نطيت هنا حلو قوي. لا يا وجيه يمكن اقع مع حد حلو كويس. هتلاقي احلى مني يا وجيه. كدابه. اعمل ايه؟ استخبى في الفرندا. فرندا الجو برد مره. والله والمطر بدات تمطر. بتمطر؟ امان عليك تدعي لي. طب استني هاتي العيشه. بقول لك ايه؟ اللي يجي طرقيه بسرعه. عيني. عشان عايز امشي. حاضر يا وجيه، اسمع عليك. حبيبتي. يلا. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. ما تبصيش لحد وانت بتكلميه. انا ما بشوفش اصلا.